من جديد بجد تحية بالأستاذ إبراهيم المنيسي وضيفيه الكريمين الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ خالد التريبي، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل أستاذ إبراهيم زي ما حضرتك وضحت، مردود هذه الرعاية وتوقيع عقد الرعاية على النشاط الرياضي وأفراد النشاط الرياضي، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء واحد من نجوم فريق كرة السلة بالنادي الأهلي فريق الأبطال الكابتن سيف سمير. كابتن سيف برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وفي البداية طمنا عليك، أخبار الإصابة خلال الفترة الأخيرة بتغيب طبعا عن مباراة الفريق لظروف الإصابة، طمنا آخر تطورات الإصابة ونقول لك قريبا إن شاء الله تعود إلى ملعب كرة السلة مع الفريق بإذن الله. إن شاء الله برحب بك يا فاروق وبرحب بالناس اللي في الاستوديو. أهلا وسهلا، برحب بيهم كلهم، ومن نجاح لنجاح دايما إن شاء الله في قناة الأهلي يعني بإذن الله. مفيش، أنا بقالي 3 أسابيع مصاب، كان عندي كده إصابة في الظهر، بس ان شاء الله بتعافى يعني، وقدامي تقريبا اسبوع وان شاء الله انزل يعني. اداء اكثر من رائع في المباراه الاخيره والفوز على نادي الزمالك، مهمه كبيره جدا، مهمه الفوز بالبطولات الموسم الماضي، مش يعني حاملين مسؤوليه ان انت تحافظ على البطولات، وده امر صعب جدا. اعتقد كان فوز مهم جدا بالنسبه لكم، واعتقد بتبقى مباراه مهمه جدا، مباراه امام جمهور النادي الاهلي. طبعا الماتش اللي فات كان انت عارف ديربي، فكنا نازلين مركزين، كان بقالنا فترة مش أحسن حاجة، مش في مستوانا أحسن حاجة. الماتش اللي فات بصراحة كان اللعيبة كلها رجالة، كان شكلنا كمان حلو بغض النظر عن النتيجة، كان المنظر كويس. دي الماتشات دي كلها رايح جاي، دي بتبقى استعداد للفاينلز اللي بعد كده. عندنا يعني لسه احنا ما لعبناش حاجه، يعتبر عندنا لسه الدوري والكاس وافريقيا، فالماتشات دي استعداد طبيعي، يبقى فيه تذبذب، واحنا بدانا الكيرف بدا يعلى اهوت بالماتش اللي فات، وان شاء الله نكمل على كده يعني. كابتن سيف شفت ازاي لفته طيبه جدا من النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيدينا دروس، التنازل عن حقوق النادي الاهلي في مباراه السوبر امام نادي الاتحاد السكندري، النادي الاهلي دايما بيدي دروس، الامر مش مجرد الفوز او لقب، ولكن دروس في القيم في الاخلاق في الروح الرياضيه، وايضا بنتمنى السلامه طبعا لمشجع نادي الاتحاد اسلام. كلاعب في النادي الاهلي شفت المشهد ده ازاي؟ لا، هو ده تقريبا من اصعب مشاهد الواحد يعني مرت عليه في الملعب، يعني احنا في الصاله تقريبا ما حصلش اي احداث زي كده قبل كده. كان مشهد طبعا صعب جدا على الجمهور كله، والناس كلها بتجري واللعيبه كلها بتجري، كان مشهد صعب. اسلام ربنا يشفيه، يعني انا بسال كل يوم تقريبا عليه، والدكاتره بيطمنونا، وان شاء الله يعني ربنا يشفيه. غير الناس التانيه مصابه، يعني في ناس كتير حصل لها كسور وحصل لها حاجات كتير، طبعا كل الناس شافت المشهد يعني، فبتمنى لهم كلهم يعني الشفاء. وطبيعي احنا اول ما حصل كده احنا قلنا خلاص، يعني هو الماتش خلاص كان يعني كان في الاخر، واحنا خلاص هنلعب فين بقى، خلاص ما فيش مجال ان احنا نلعب تاني يعني. طبعا موقف عظيم، واللي تقريبا كابتن عمري وناس كتير قوي كان معاهم من اول لحظه، وكابتن خالد العوضي كمان، كابتن محمود الخطيب والدكتور محمد شوقي برضو كانوا موجودين معاهم. محمد شوقي تقريبا هو اللي نقله يعني، وكابتن محمود اول ما عرف راح الاسلام على طول يعني. طبعا ده يعني دي الانسانيه، ما يعني دي حاجه انسانيه ما لهاش علاقه بالوان، ويعني عايز اقول لك لو حصل لاي جمهور كده احنا هنبقى اول ناس موجودين، لان دي ده روح، فطبيعي احنا اتعلمنا كده في النادي يعني، احنا ما دي رياضه، والرياضه مكسب وخساره وملهاش علاقه بالانسانيه والروح اللي يعني مهمه بالنسبه لنا يعني. كابتن سيف يعني النهارده احنا موجودين، النادي الاهلي بيوقع عقد الشراكه او الراعي الرابع للنادي الاهلي، اكيد بيبقى مردوده عليكم كلاعب النشاط الرياضي في النادي الاهلي مردود اكثر من رائع، طموحات كتير جدا، النادي الاهلي هو البراند الاهم في الشرق الاوسط. طبيعي يعني عايز اقول لك شركه المراسم شركه كبيره برضو، وهي عارفه ان هي وهي بتمضي مع النادي الاهلي ده بيكبر اسمها اكتر، لان النادي الاهلي معروف في كل حته يعني، مش في مصر بس، لا ده في افريقيا وفي العالم يعتبر هو النادي الاهلي معروف يعني.
فطبيعي يعني شركة كبيرة مع نادي كبير ومردوده علينا احنا كمان كبير يعني، فربنا يسهل ونبقى شراكة كويسة يعني. شكرا كابتن سيف، ومستنيين منكم كتير، وجمهور النادي الاهلي مستني منكم البطولات كتير جدا هذا الموسم باذن الله. باذن الله يعني احنا لسه ما بدأناش ان شاء الله. حبيبي يا فندم. استاذ ابراهيم، اعتقد كلام من القلب وكلام مهم من الكابتن نسيف سمير لاعب فريق كره السله بالنادي الاهلي. اسم النادي الاهلي كبير وبيكبر اي حد، اعتقد جمله مهمه جدا جدا قالها الكابتن نسيف سمير. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الاستاذ ابراهيم المنيسي. شكرا جزيلا فاروق.